لله كلب قوي. وثاني إشي هم دائما بيعتدوا على الشعب الفلسطيني يعني من زمان، يعني كل يوم يعني في شهداء كل يوم. ولما بقي يشوف الشهداء كل يوم على الفيسبوك وهان هاني ينحر، بقى ينحر كثير عليهم، بقى حلمه الشهادة يعني، بس بقى حلمه الشهادة في راسه، بس الشهادة الحمد لله طلبها ونالها الله يرحمه. كان معي أسير هو أخوي، كنا أسرى مع بعض 2014، بكى أصغر شبل فلسطيني يعني في سجون الاحتلال، عمره 13 ونص. وروح من السجن وأنا ضليت في السجن حكمت 2 سنين، بعدها ردوا اعتقلوه ونحكم 8 شهور، روح وأنا ضليت في السجن، بعدين رديت روحت. وصارت مواجهات هان في البلد، ونصاب أول مرة فجره رصاصة هاي الحمد لله. بعدين ردت صارت مواجهات، بعدها بشهر رد نصاب فجره رصاص حي. أكيد هيك حلمه كله بس شهادة، أكيد يجيب سيرة صاحبه الشهيد جمال دويكات. آخر فترة بكى أكثر شيء عن إبراهيم النابلسي. الحمد لله رب العالمين.